أعزائي التلاميذ السادس الابتدائي، أهلاً وسهلاً بكم في المراجعة الشاملة والمركزة لمادة العلوم الامتحان الوزاري 2023. الدرس الأول عندنا التكاثر بالبذور. التكاثر بالبذور تتكاثر نبات طبيعي لأنه يتم دون تدخل الإنسان. عندنا أول شيء البذرة، بويضة مخصبة تكونت في مبيض الزهرة. الزهرة عضو التكاثر في النباتات وتحتوي على أعضاء التذكير والتأنيث. الأخصاب هي العملية التي تؤدي إلى تكوين الثمار وبداخلها البذور، وتحتوي الثمرة على بذرة واحدة مثل التمر والخوخ، وقد تحتوي على عدد كبير من البذور مثل البطيخ والطماطم. عدد أجزاء البذرة، أول شيء غلاف البذرة هو الجزء الخارجي الذي يحيط بالبذرة ويوفر لها الحماية. الفلق هو الجزء الأكبر في البذرة، وقد تتكون البذرة من فلقة واحدة مثل الذرة، وقد تتكون من فلقتين مثل الفاصوليا. الجنين الجزء الذي يحتوي على الأعضاء الأساسية نفسها التي يتكون منها النبات البالغ ولكن بشكل مصغر، وهو يتكون من الجذير والرويشة. عندنا السويداء هي الغذاء الموجود داخل البذرة والذي يتغذى عليه الجنين. لماذا تعتبر الزهرة عضو التكاثر في النباتات؟ لأنها تحتوي على أعضاء التذكير والتأنيث في النباتات. سؤال: ما أجزاء الجنين في البذرة؟ الجذير وهو جزء الجنين الذي ينمو فيما بعد ليكون الجذر، والرويشة وهو جزء الجنين الذي ينمو فيما بعد ليكون الساق. أيضا عندنا الموضوع الآخر الإنبات، هي المراحل التي تمر بها البذرة أثناء نموها. ما هي العوامل الأساسية اللازمة لنمو البذرة؟ التربة الملائمة، الماء الكافي، العناصر الغذائية. ما هي مراحل عملية الإنبات؟ تنتفخ البذرة نتيجة امتصاصها للماء، يتمزق غلافها الخارجي، ينمو الجذير والرويش، وتختلف البذور في سرعة نموها، فمنها ما ينمو بمدة قصيرة من الزمن مثل الفاصوليا، ومنها ما يحتاج إلى مدة طويلة من الزمن قد تمتد إلى أشهر مثل القمح والذرة. قارن بين بذور الذرة وبذور الفاصوليا. بذرة الذرة من ذوات الفلقة الواحدة وتنمو خلال مدة طويلة، وبذور الفاصوليا من ذوات الفلقتين وتنمو خلال مدة قصيرة. سؤال: ما طرق انتشار البذور؟ الهواء، الماء، الحيوانات، والإنسان. الانتشار الآلي هو عملية نقل البذور بواسطة الإنسان من مكان لآخر لغرض زراعتها وتكثيرها. ما التكييفات التي تحدث في البذور لكي يتمكن الهواء من نقلها؟ تتكيف بعض البذور وتكون خفيفة الوزن حتى يتمكن الهواء من حملها ونقلها إلى مكان آخر. ما الصفة التي تمتاز بها البذور التي تنتقل بواسطة الحيوانات؟ تمتاز هذه البذور بوجود تركيب شوكي يساعدها على الالتصاق بجسم الحيوان. سؤال: هل تكون البذور الجافة ميتة وغير قادرة على النمو؟ لماذا؟ كلا، لأن الجنين بداخلها لا يموت بجفافها ويبدأ بالنمو إذا ما توفرت الظروف الملائمة. التكاثر الخضري هو شكل من أشكال التكاثر الطبيعي للنبات ويتم دون الحاجة إلى البذور، وإنما بأجزاء أخرى من النبات مثل الجذور والسيقان والأوراق. اذكر نوعي التكاثر الخضري وعرفهما مع ذكر الأمثلة. التكاثر الخضري الطبيعي وهو الذي لا دخل للإنسان في إتمامه مثل التكاثر بالدرنات والتكاثر بالأبصار. التكاثر الخضر الاصطناعي هو الذي لا يتم إلا بواسطة الإنسان مثل التكاثر بالأقلام والتطعيم والفسائل. يمتاز التكاثر الخضري عن التكاثر بالبذور بميزتين اذكرهما فقط. أولا، إنتاج نباتات ناضجة في مدة زمنية قصيرة مقارنة بالبذور. اثنين، يعد وسيلة للتغلب على الظروف المناخية غير الملائمة لنمو البذور مثل درجات الحرارة العالية. الدرنة هي ساق أرضية متحورة تخزن المواد الغذائية وتوجد على سطح الدرنة نتوءات تسمى العيون مثل البطاطا والزنجبيل والسوس. العيون وهي نتوءات توجد على سطح الدرنة. كيف يتم زراعة الدرنات؟ يمكن زراعة الدرنة كاملة إذا كانت صغيرة الحجم، أما إذا كانت كبيرة فتقطع إلى عدة أجزاء ويجب أن تحتوي كل مجموعة منها على العيون. أيضا، لماذا تترك الدرنة لوقت معين بعد تقطيعها وقبل ذلك حتى تتكون على سطحها طبقة فلينية تحميها من الإصابة بالأمراض الفطرية والتعفن بعد زراعتها في التربة. السوس نبات عشبي معمر ينمو بكثرة في المناطق الرملية الرطبة وعلى شواطئ الأنهار في البيئة العراقية. سؤال: ما المناطق التي ينمو فيها نبات السوس بكثرة؟ أولا، المناطق الرملية الرطبة والقريبة من شواطئ الأنهار.
يقول عند زراعة الدرن الكبيرة يجب أن تقطع إلى عدة أجزاء، ما الشرط الذي يجب أن يراعى في عملية التقطيع؟ يجب أن يحتوي كل جزء على فرعون. النباتات التي تتكاثر بالدرنات أكثر انتشارا من النباتات التي تتكاثر بالأبصار، لماذا؟ بسبب تحملها للظروف الجوية المختلفة عكس الأبصار التي لا تتحمل الحرارة العالية. البصلة وهي عبارة عن ساق قرصية يخرج من أسفلها جذور عرضية ليفية الشكل، وتحمل الساق القرصية أوراقا ذات قواعد شحمية وتخزن كميات كبيرة من الماء. الفص وهو بصلة صغيرة من نبات الثوم يمكن زراعتها لوحدها، وترتبط الفصوص مع بعضها البعض لتشكل البصلة الكبيرة من نبات الثوم. ما الفرق بين تكاثر نباتي البصل والثوم؟ تزرع البصلة كاملة عند زراعة البصلة، بينما أما في نبات الثوم فتقسم كل بصلة إلى أجزاء صغيرة تسمى فصوص، وكل فص عن بصلة كاملة يمكن زراعتها لوحدها. عندما يراد زراعة الأبصار باستخدام الأصص، يوضع في كل أصيص من 1 إلى 3 بصلة. ما الفرق في طريقة زراعة الدرنات وطريقة زراعة الأبصار؟ التشابه كلهما تكاثر فضلي، الاختلاف يجب تقطيع الدرنات إذا كانت كبيرة الحجم، ولا يجب تقطيع الأبصار مهما كان حجمها. عندنا التطعيم وهو أحد طرق التكاثر الاصطناعي للنبات، وهي عملية نقل جزء نباتي من النبات المراد تكثيره إلى نبات آخر بحيث يتم ربطهما بشكل محكم لضمان التحامهما معا. من النباتات التي يتم تكاثرها بالتطعيم البرتقال والليمون. الطعم هو جزء نباتي يحتوي على برعم واحد أو أكثر، ويكون من الأصناف المرغوبة وخالية من الأمراض. الأصل هو النبات الذي يركب عليه الطعم. ما الصفات التي يجب أن تتوفر في الطعم؟ أن يحتوي على برعم واحد أو أكثر، أن يكون خاليا من الأمراض، أن يكون من الأصناف المرغوبة. خطوات عملية التطعيم: أولا تجهيز الطعم، تجهيز الأصل. 3 تركيب الطعم على الأصل، عملية الربط. لماذا يلجأ المزارعون إلى تكثير النباتات في التطعيم؟ للحصول على نباتات جديدة ذات صفات مرغوبة. القلم هو الجزء المقطوع من النبات لغرض تكاثره. ما أنواع الأقلام التي تستخدم في تكثير النباتات؟ عندنا القلم الساقي وهو الجزء المقطوع من ساق النباتات لغرض تكاثره، والذي يحمل برعم واحد أو أكثر، والقلم الجذري وهو الجزء المقطوع من جذر النبات لغرض تكاثره، والقلم الورقي وهو الجزء المقطوع من ورق النبات لغرض تكاثره. ما السبب؟ أفضل أنواع الأقلام هو القلم الساقي لسهولة الحصول عليه. ما خطوات تكثير النباتات باستخدام الأقلام؟ تقطع قمة القلم بشكل مائل، وتقطع قاعدة القلم أفقيا تحت البرعم، ومن ثم تربط الأقلام معا وتغرس في التربة. الفصل الآخر التكاثر بالفسائل. التكاثر بالفسائل هو أحد أنواع التكاثر الاصطناعي في النباتات كما في الموز والنخيل. الفسيلة هي نمو جانبي ينشأ من قاعدة الساق للنبات، وتطابق الفسيلة النبات الأم في خصائصها العامة. تنتج الشجرة المؤنثة فسائل مؤنثة، وتنتج الشجرة المذكرة فسائل مذكرة. أنواع الفسائل: عند الفسيلة النامية هي نمو جانبي ينشأ من قاعدة الساق للنبات، وتكون قريبة من الأرض ولها مجموعة من الجذور. الفسائل الهوائية هي نمو جانبي ينشأ من الساق، وتكون مرتفعة من الأرض وليس لها جذور. أيهما أصلح للزراعة، الفسائل النامية أم الهوائية ولماذا؟ الفسائل النامية لأنها تحتوي مجموعة من الجذور. لماذا لا ينتشر النخيل في كل مناطق العالم؟ لأنه يحتاج إلى ظروف بيئية خاصة مثل الحرارة العالية والرطوبة. لماذا يفضل استخدام الفسائل لتكثير النخيل عن استخدامه بالبذور؟ لأن تكثير النخيل لا ينجح بالبذور مثل الفسائل، ويستغرق وقتا أطول. كيف يتم زراعة الفسائل الهوائية في النخيل؟ أولا عمل صندوق خشبي أو كيس حول قاعدة الفسيلة، يملأ الصندوق بمزيج من التراب والسماد، يتم ريه بالماء لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبعد ظهور الجذور يمكن فصلها عن النخلة الأم وزراعتها في مكان آخر. ما الفرق بين طريقة التكاثر بالفسائل في حالة وجودها بالقرب من التربة وفي حالة وجودها بعيد عن التربة؟ نقول في حالة وجودها بالقرب من التربة يتم تشجيع جذورها من خلال التسميد، وفي حالة وجودها بعيدا عن التربة يتم عمل صندوق خشبي أو كيس حول الفسيلة، ونضع مزيج من السماد والتراب، ويتم ريه بالماء لمدة 6 أشهر. عندي أيضا هنا الجهاز العصبي، هو من أجهزة جسم الإنسان، وظيفته تنظيم عمل الجسم. أهمية الجهاز العصبي لجسم الإنسان: تنظيم جميع الفعاليات الجسم وأنشطته ووظائفه على مدار اليوم الكامل. عدد أقسام الجهاز العصبي: عندنا الجهاز العصبي المركزي،
ويتكون من الدماغ والحبل الشوكي والجهاز العصبي المحيطي، يتكون من شبكة كبيرة من الأعصاب. كيف يعمل الجهاز العصبي؟ يعمل بدقة متناهية بمدار الساعة وفق آلية منظمة أبدعها الخالق، وهو أكثر تعقيدا من أفضل أجهزة الحاسوب في العالم. هل يوجد تشابه بين الجهاز العصبي والحاسوب؟ نعم، يقوم الجهاز العصبي بإرسال الإعازات من الدماغ إلى الجسم عن طريق الأعصاب، وكذلك الحاسوب الذي يتكون من شبكة كبيرة من الأسلاك التي تنقل الإشارات الكهربائية من الدوائر الإلكترونية إلى باقي الحاسوب. ما أهم العادات الصحية للحفاظ على صحة الجهاز العصبي، أو كيف أحافظ على صحة الجهاز العصبي؟ أولاً، النوم الكافي بمعدل 8 ساعات يومياً. 2- ممارسة الرياضة المنظمة وتجنب ممارسة الألعاب العنيفة. 3- تناول الغذاء الصحي المفيد للدماغ مثل الأسماك والخضروات. 4- تجنب التواجد قرب الأشخاص المدخنين. ما السبب؟ ينصح راكبو الدراجات النارية بارتداء الخوذ لحماية الرأس والدماغ من الصدمات الخارجية. عدم التواجد قرب الأشخاص المدخنين لأن التدخين مضر لصحة الجهاز العصبي. الجهاز الهيكلي وصحته. الجهاز الهيكلي هو أحد أجهزة الجسم الإنسان، وظيفته توفير الدعم والإسناد للجسم. ما أهمية العظام لجسم الإنسان؟ توفر الحماية والدعم والإسناد للجسم وتكون الهيكل العظمي. لماذا يكون العظم صلبا ولا يتفتت بسهولة؟ لكي يوفر دعامة قوية للجسم. ممن يتكون الجهاز الهيكلي؟ يتكون من جهاز هيكلي محوري وجهاز هيكلي طرفي. يبلغ عدد العظام في جسم الإنسان البالغ 206 عظمة، ويتكون الجهاز الهيكلي من عدد من العظام تختلف في أشكالها وأحجامها ووظائفها. الجهاز الهيكلي المحوري يتكون من الجمجمة، وهي أول جزء أجزاء الهيكل المحوري، وتتكون من عظام ملتحمة بعضها مع بعض، وظيفتها حماية الدماغ وأعضاء الحس من المؤثرات الخارجية. العمود الفقري هو المحور الذي يحمل جسم الإنسان، ويتكون من 33 فقرة. الفقرات هي تراكيب عظمية قرصية الشكل. الأقراص هي تراكيب طرية توجد بين الفقرات تسمح بانحناء الفقرات. وظيفة الأقراص تعمل كوسائد حماية ضد الصدمات الخارجية. وظيفة العمود الفقري للإنسان إعطاء الوضعية المنتصبة لقامة الإنسان، وحماية الحبل الشوكي الذي يمر من خلاله من المؤثرات والصدمات الخارجية. القفص الصدري يتكون من أضلاع وعظم القص. الأضلاع عظام مقوسة تتصل من الأمام بعظم القص. يتمتع القفص الصدري بخاصية المرونة بسبب قابلية الأضلاع على الحركة، ولهذه القابلية أهمية كبيرة أثناء عملية التنفس. ما وظيفة القفص الصدري؟ حماية الأعضاء الداخلية، القلب والرئتين. الجهاز الهيكلي الطرفي، حزام الكتف والأطراف العليا وحزام الحوض والأطراف السفلى. عندنا الجهاز العضلي، هو أحد أجهزة جسم الإنسان، وظيفته المسؤول عن حركة جسم الإنسان العضلات نسيج عضلي قوي يحرك العظام. يبلغ عدد العضلات في جسم الإنسان 640 عضلة، يطلق على الجهاز الهيكلي والعضلي اسم الجهاز الحركي. كيف تتحرك العظام نتيجة انقباض وانبساط العضلات؟ أنواع العضلات حسب موقعها في الجسم، عضلات داخلية وعضلات خارجية. أما أنواع العضلات من حيث طبيعة عملها، العضلات الإرادية والعضلات اللا إرادية. العضلات الإرادية هي العضلات التي يمكن للإنسان التحكم بحركتها وترتبط بالجهاز الهيكلي مثل عضلات الساقين والذراعين. الأوتار هي تراكيب تربط العضلات بالعظام. ما أشكال العضلات الإرادية؟ أول شيء طويلة كعضلات الساق كعضلات الساقين، أو قصيرة كعضلات الموجودة حول العمود الفقري، أو عضلات عريضة كعضلات البطن. أيضا عندنا العضلات اللا إرادية، وهي العضلات التي لا يمكن للإنسان أن يتحكم بحركتها مثل عضلات المعدة والقلب. ما الفرق بين العضلات الإرادية والعضلات اللا إرادية؟ العضلات الإرادية يمكن تحكم بحركتها وترتبط بالجهاز الهيكل العظمي مثل عضلات الساقين وعضلات الوجه. العضلات اللا إرادية لا يمكن التحكم بحركتها، وتوجد في الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان مثل القلب والمعدة. كيف أحافظ على صحة جهازي العضلي وسلامته؟ أولاً، ممارسة الرياضة اليومية. 2- عدم القيام بالحركات العنيفة، تجنب الوقوف مدة طويلة، وعدم مشاهدة التلفاز أو استخدام الحاسوب مدة طويلة. الفصل الرابع عندنا أعضاء الحس.
ما هو تركيب العين وما وظيفة الأجفان؟ تعمل على غلق العينين أثناء النوم وحمايتها من دخول الأجسام الغريبة. طبقات العين: الطبقة الخارجية وتسمى الصلبة، تضم القرنية أو بياض العين وتكون محدبة للخارج، والطبقة الوسطى المشيمية تضم القزحية التي توجد في وسطها البؤبؤ وخلفه العدسة، والطبقة الداخلية الشبكية تتحسس الضوء وتميز الألوان، وهي المسؤولة عن عملية الإبصار. البؤبؤ فتحة صغيرة يدخل من خلالها الضوء إلى العين. لماذا يتسع البؤبؤ العين في الأماكن المظلمة؟ لكي يدخل أكبر كمية من الضوء. كيف تحافظ على حاسة البصر؟ عدم الجلوس قريبا من التلفاز مدة طويلة، استخدام الإضاءة المناسبة عند القراءة. 3. الاهتمام بنظافة العين. سؤال: ممن تتركب الأذن؟ أولا، الأذن الخارجية تبرز فوق سطح الرأس وتسمى بالصيوان. صيوان الأذن تركيب غضروفي مغطى بالجلد يحتوي على طيات. الأذن الوسطى تحتوي على غشاء الطبلة وهي 3 عظام. الأذن الداخلية ترتبط بالعصب السمعي. ما فائدة المادة الشمعية في الأذن؟ حمايتها من الأتربة والأجسام الغريبة. ما وظيفة العظام في الأذن الوسطى؟ نقل الصوت للأذن الداخلية. كيف أحافظ على حاسة السمع؟ الاهتمام بنظافة الأذن، الابتعاد عن الضوضاء. سؤال: ممن يتكون الأنف؟ الأنف عضو حاسة الشم ويتكون من فتحتين تسمى المنخرين. ما فائدة الشعيرات والمادة المخاطية داخل الأنف؟ تعمل على ترطيب السطح الداخلي للأنف. كيف نحافظ على حاسة الشم؟ تجنب استنشاق الروائح الكريهة، استعمال المناديل الورقية في تنظيف الأنف. ممن يتركب اللسان؟ اللسان عضو عضلي يحتوي على مناطق تعمل على تمييز الطعم تسمى براعم التذوق. براعم التذوق مناطق توجد على سطح اللسان تعمل على تمييز الطعم. ما أنواع براعم التذوق وما موقعها في اللسان؟ براعم المرارة في نهاية اللسان، براعم الحموضة على جانبي اللسان الخلفي، براعم الحلاوة في مقدمة اللسان، وبراعم الملوحة على جانبي اللسان الأمامي. كيف نحافظ على حاسة التذوق؟ عدم تناول الأطعمة الحارة التي تحرق سطح اللسان. الجلد هو الغطاء الخارجي لجسم الإنسان، وهو من أهم الأعضاء وأكبرها، ويبلغ وزنه 3 كيلوغرام في الإنسان البالغ. مما يتكون الجلد؟ من طبقة خارجية تسمى البشرة، طبقة داخلية تسمى الأدمة، والمسامات فتحات صغيرة توجد في طبقة البشرة. لماذا تنتشر المسامات على سطح البشرة؟ لكي يتمكن الجلد من إفراز العرق خارج الجسم. لماذا تنتشر الغدد الدهنية والغدد العرقية على سطح الأدمة؟ لأن الغدد الدهنية تفرز الدهون المرطبة للبشرة والشعر، والغدد العرقية تفرز العرق الذي يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم. الغدد الدهنية هي الغدد التي تنتشر في طبقة الأدمة التي تفرز الدهون المرطبة للبشرة والشعر. الغدد العرقية هي الغدد التي تنتشر في طبقة الأدمة التي تفرز العرق الذي يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم. ما وظائف الجلد؟ أولاً، عضو حاسة اللمس. 2، يعد جهازا إخراجيا. 3، يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم. 4، يشكل الغطاء الخارجي للجسم. 5، يعد وسيلة للتعرف من خلاله بالبصمة، ويشكل ملامح الإنسان الخارجية. كيف نحافظ على صحة الجلد وسلامته؟ أولا، الاستحمام يوميا لأنه يعمل على إزالة الأوساخ. 2، تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس. 3، الحذر من استعمال الأشياء الحادة وشرب كميات كافية من الماء. عندنا ما أبرز العادات التي تؤدي الجلد؟ أولاً، عدم الاهتمام بنظافة الجلد، العبث بالأدوات الحادة، التعرض لأشعة الشمس الطويلة، عدم شرب الماء بكميات كافية. عندنا الذرة، أصغر جزء من المادة تشترك في التغيير الكيميائي. المادة كل شيء يشغل حيزاً من الفراغ وله كتلة. لماذا تختلف العناصر عن بعضها البعض؟ تكون ذرات نفس العنصر متشابهة في الخواص وتختلف تماما عن ذرات العنصر الأخرى. لماذا تختلف العناصر في الطبيعة؟ لأن ذرات المواد تختلف بعضها عن بعض الآخر، وأدى هذا الاختلاف إلى وجود عناصر مختلفة في الطبيعة. عدد العناصر المكتشفة 118 عنصر.
عندنا ممن تتكون الذرة؟ تتكون الذرة من النواة والإلكترونات. ما الجسيمات التي توجد داخل النواة؟ البروتونات، جسيمات شحنتها موجبة ولها كتلة كبيرة ويرمز لها بموجب. النيترونات، جسيمات شحنتها متعادلة ولها كتلة أكبر بمقدار ضئيل من كتلة البروتون ويرمز لها بالN سالب. العفو N. ماكو سالب. ما الجسيمات التي تدور حول النواة؟ الإلكترونات، جسيمات شحنتها سالبة تدور حول النواة بسرعة هائلة وكتلتها صغيرة جدا ويرمز لها E سالب. لماذا تكون شحنة النواة موجبة؟ بسبب أن النواة تأخذ شحنة البروتونات الموجبة وتهمل شحنة النيوترونات المتعادلة. قارن بين الإلكترونات والبروتونات. الإلكترونات، جسيمات شحنتها سالبة صغيرة الحجم، بينما البروتونات جسيمات شحنتها موجبة لها كتلة أكبر من لها كتلة كبيرة. ماذا يكون ارتباط الذرات؟ الجزيء. الجزيء هو أصغر وحدة في المادة تحمل خواص تلك المادة الأصلية. ماذا ينتج من اتحاد الذرات المتشابهة؟ جزيء العنصر مثل الحديد والنحاس. العنصر هو المادة الناتجة من ارتباط الذرات المتشابهة مثل الحديد. ماذا ينتج عن اتحاد الذرات المختلفة مع بعضها البعض؟ جزيء المركب مثل الماء والملح. المركب هو المادة الناتجة من ارتباط الذرات المختلفة مثل الماء. يقول بين السبب العلمي. جزيء الماء وجزيء غاز ثاني أكسيد الكربون مركبا لأنهم يتكونان من اتحاد ذرات مختلفة. ما الفرق بين جزيء العنصر وجزيء المركب؟ جزيء العنصر يتكون من ارتباط ذرات متشابهة مثل الحديد، وجزيء المركب يتكون من ارتباط ذرات مختلفة مثل الماء. ما الذي يربط الذرات معا؟ الرابطة الكيميائية. هي الرابطة الكيميائية هي القوة التي تربط الذرات معا. عندنا أيضا التفاعل الكيميائي، هو تغيير في ترتيب ارتباط الذرات المواد المتفاعلة وينتج مواد جديدة تختلف عن المواد المتفاعلة. المواد المتفاعلة هي المواد التي تشترك في التفاعل الكيميائي وقبل تعرضها للتغيير. المواد الناتجة هي المواد الجديدة تنتج من التفاعل الكيميائي. أمثل على التفاعلات الكيميائية: عفن الخبز وصدأ الحديد واحتراق الخشب وعملية هضم الطعام وتخثر الدم وعملية البناء الضوئي. يقول تعد عملية هضم الطعام تفاعلا كيميائيا لأنها تؤدي إلى تكوين مواد جديدة وتحول الطعام إلى سكريات. عندنا أنواع التفاعلات الكيميائية. تفاعل الاحتراق هو تفاعل كيميائي بين الأكسجين الهواء والمواد وينتج عنها أكسيد العنصر، مثل احتراق الكربون بوجود الأكسجين لينتج ثنائي أكسيد الكربون. تفاعل الاتحاد هو تفاعل كيميائي بين مادتين أو أكثر لتكوين مادة واحدة، مثل اتحاد الكبريت مع الحديد لينتج كبريتيد الحديد. تفاعل التفكك هو تفاعل كيميائي يمثل عكس تفاعل الاتحاد، حيث يتم تحلل أو تفكك مادة واحدة إلى مادتين أو أكثر، مثل تحلل الماء كهربائيا إلى غاز الأكسجين والهيدروجين. أهمية التفاعلات الكيميائية. للتفاعلات الكيميائية هي أهمية كبيرة لأن أغلب الصناعات تعتمد على التفاعلات الكيميائية، حيث تعتمد على أجزاء تفاعل كيميائي بين المواد المتفاعلة لينتج عنها مواد جديدة نحتاجها في حياتنا اليومية. عدد بعض الصناعات التي تعتمد على إجراء التفاعل الكيميائي: صناعة الأدوية، الألبان، الإسمنت، الزجاج والسكر والبلاستيك والإطارات. قارن بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة. المواد المتفاعلة مواد تشترك في التفاعل الكيميائي، المواد الناتجة تنتج المواد تتكون من خلال التفاعل الكيميائي. قارن بين التغيير الفيزيائي والتفاعل الكيميائي. التغيير الفيزيائي لا يكون مواد جديدة، التفاعل الكيميائي ينتج مواد جديدة. ما الفرق بين تفاعل الاتحاد وتفاعل التحلل؟ هو تفاعل الاتحاد هو تفاعل كيميائي بين مادتين أو أكثر لتكوين مادة جديدة، مادة واحدة، بينما هنا يجي هو التفاعل الكيميائي يمثل عكس تفاعل الاتحاد، حيث يتم تحلل أو تفكك مادة واحدة أو أكثر إلى مادتين، مادة واحدة إلى مادتين أو أكثر. الدرس التعبير عن التفاعل الكيميائي. المعادلة الكيميائية هي تعبير عن التغيير الحاصل في التفاعل الكيميائي وتضم المواد المتفاعلة والمواد الناتجة، يفصل بينهما سهم. يقول عند وجود أكثر من مادة متفاعلة نضع علامة زائد للدلالة على عملية التفاعل بين كل مادتين. تفاعل الاحتراق الفحم بوجود الأكسجين ينتج غاز ثنائي أكسيد الكربون بوجود حرارة. أين نضع المواد الناتجة؟ بعد السهم. أين نضع المواد المتفاعلة؟ قبل السهم.
ما الدلالة على وجود علامة الزائد للدلالة على عملية تفاعل كل مادتين متفاعلتين؟ ماذا يمثل السهم في المعادلة الكيميائية يمثل عملية التغيير التي حصلت على المواد المتفاعلة؟ اللي عندنا أجزاء طلبك فتشي ما قلناه بالرابطة الكيميائية، قلنا هي وهي قوة تربط الذرات معا. قد يسألني يقول لي أين توجد هذه الرابطة؟ توجد بين ذرات العنصر أو المركب، هذا ترى السؤال مهم. توجد بين ذرات العنصر أو المركب. أيضا عندي في التفاعلات ذني كربون زائد أكسجين بوجود حرارة يطلع لي غاز ثنائي أكسيد الكربون، وهيدروجين زائد أكسجين بوجود طاقة يطلع لي ماء، وسكر المائدة بوجود حرارة يطلع لي ماء زائد كربون. لأن تحفظون النواتج احتمال يجيبكم اياهن بالامتحان. زين نكمل، وصلنا إلى الكتلة والوزن. الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، ووحدة قياس الكتلة للأحجام الكبيرة الكيلوغرام، وحدة قياس الكتلة للأحجام الصغيرة الغرام. أنت تحفظون بس الكيلوغرام. أداة قياس الكتلة للأحجام الكبيرة هي الميزان ذو الكفتين، أما الأحجام الصغيرة فهو الميزان الحساس. الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم وتتجه هذه القوة نحو الأسفل. وحدة القياس هي النيوتن. أداة القياس هي أما الميزان النابضي. ما الفرق بين الكتلة والوزن؟ الكتلة كمية ثابتة، وحدة قياسها الكيلوغرام، وأداة القياس الميزان النابض الميزان ذو الكفتين. الوزن كمية متغيرة، وحدة القياس النيوتن، وأداة القياس الميزان النابضي. ما الفرق بين الميزان ذو الكفتين والميزان الحساس؟ الميزان ذو الكفتين يستخدم لقياس الأحجام الكبيرة بالكيلوغرام مثل الفواكه. الميزان الحساس يستخدم لقياس الأحجام الصغيرة بالغرام مثل الذهب. هل يختلف وزن على ما على سطح الأرض من قمة الجبل ولماذا؟ نعم يختلف، لأن وزن الجسم كلما ابتعد الجسم عن سطح الأرض قل وزنه. ما وزن جسم كتلته 20 كيلوغرام؟ هذا مهم. الوزن يساوي ان الكتله في 9.8 بالعشره، هاي فاصله هنا أنا خطا بالطباعه. الوزن راح يصير 20 في 9.8 بالعشره راح يطلع 196 نيوتن. هاي هي المساله الوحيده اللي عندكم احتمال اجيبها. عندنا الموصل الكهربائي هو ماده تسمح بسريان التيار الكهربائي من خلالها بسهوله مثل النحاس والالمنيوم، وتحتوي على الالكترونات الحره. العازل الكهربائي هي ماده لا تسمح بسريان التيار الكهربائي من خلالها مثل البلاستيك والمطاط والخشب، وتحتوي على الالكترونات غير الحره. متى يكون الماء موصل جيد للتيار الكهربائي؟ يكون جيد التوصيل عندما يكون مالحا، ويكون ضعيفا عندما يكون نقيا. لماذا يسر التيار في الموصل ولا يسر في العازل؟ لان الموصل يحتوي على الالكترونات حره، والعازل يحتوي على الكترونات غير حره. لماذا يعد الخشب والمطاط والزجاج مواد عازله للكهرباء؟ لأنها لا تسمح بسريان التيار الكهربائي من خلالها، لأن إلكتروناتها غير حرة. ما هي أخطار الكهرباء؟ عندنا الحرائق، تنتج بعض أنواع الحرائق عن الكهرباء بسبب وضع جهاز كهربائي يعطي حرارة مثل المكوات والمدفأة بالقرب من المفروشات. الصدمة الكهربائية تحدث بسبب سريان التيار الكهربائي خلال جسم الإنسان عندما يكون الجسم جزء من الدائرة الكهربائية. بعض احتياطات الأمان والسلامة عند التعامل مع الكهرباء: استعمال الأجهزة الكهربائية المزودة بالقابس ذي الثلاث رؤوس. أيضا عدم تشغيل أكثر من جهاز كهربائي باستخدام قابس كهربائي واحد. إبعاد الأجهزة الكهربائية عن الماء، وتأريض الأجهزة الكهربائية. التأريض يعني توصيل أجسام الأجزاء الكهربائية بواسطة سلك بالأرض ويعد من وسائل الأمان، هذا التأريض، وعدم إدخال الأيدي في فتحات المقبس. الدرس الآخر: الآلات البسيطة العتلة. آلة بسيطة تساعدني على إنجاز العمل بسهولة. ما فائدة العتلة؟ تجعل أداء الأعمال أكثر سهولة، وتوفر القوة والجهد المبذول، وتسرع إنجاز العمل. ممن تتكون العتلة؟ المرتكس، ساق تتحرك حول مسند ثابت، المقاومة الثقل المراد تحريكه، والقوة المبذولة لتحريك الثقل. أمثلة على العتلات: الكسارة الجوز، مفتاح العلب المعدنية، الملقط، المقص، عربة حمل الأطفال وغيرها. عندنا الطاقة الكهربائية. مصادر الطاقة الكهربائية هي البطارية واثنين محطات توليد الطاقة الكهربائية. البطارية هي مصدر لتوليد الطاقة الكهربائية، تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية وتصنع بأحجام مختلفة.
التيار الكهربائي هو سريان الشحنات الكهربائية من المصدر إلى الحمل عبر الأسلاك. وحدة قياس التيار الكهربائي هو الأمبير. المولد الكهربائي هو جهاز يقوم بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. تتنوع المحطات حسب نوع أو مصدر الطاقة التي تستخدمها، منها محطات تستخدم الوقود الأحفوري، هي محطات حرارية تستخدم الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز. محطات تستخدم مصادر الطاقة المتجددة، هذه المحطات تستخدم الطاقة الشمسية وطاقة المياه وطاقة الرياح وطاقة المد والجزر وطاقة أمواج البحر. ما مراحل إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات الحرارية؟ يتم تسخين المياه باستخدام الوقود الأحفوري، ثم يستفاد من طاقة البخار في تحريك المراوح المتصلة بالمولد الكهربائي، فتتحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. عندنا المواد الشفافة، وهي المواد التي تسمح بمرور الضوء من خلالها مثل الزجاج. المواد المعتمة، وهي المواد التي لا تسمح بمرور الضوء من خلالها مثل الخشب. المواد شبه الشفافة، وهي المواد التي تسمح بمرور جزء من الضوء من خلالها مثل الزجاج المحبب. لماذا يعد الزجاج المحبب من المواد شبه الشفافة؟ لأننا نرى الأجسام من خلاله بصورة غير واضحة. قارن بين المواد المعتمة والمواد الشفافة. المعتمة لا تسمح بمرور الضوء من خلالها مثل الخشب، والشفافة تسمح بمرور الضوء من خلالها مثل الزجاج. الظل هو منطقة مظلمة تتكون خلف الجسم المعتم عندما يعترض مسار الضوء فيحجبه من الوصول إلى تلك المنطقة. ما هي فوائد الظل؟ يقينا من حر الشمس، يساعدنا على معرفة الوقت. خسوف القمر هي ظاهرة طبيعية تحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، ويكون القمر تحت ظل الأرض ويكون القمر في طور البتر. كسوف الشمس هي ظاهرة طبيعية تحدث عندما يقع القمر ما بين الشمس والأرض، وتكون الأرض تحت ظل القمر ويكون القمر في طور المحاق. لماذا لا أستطيع رؤية القمر بوضوح أثناء الكسوف الكلي للقمر؟ لأن القمر يقع في ظل الأرض فلا يراه سكان الأرض. عندنا بعد أعزائي الطلبة اللي بقت الرسومات اللي موجودة عندنا، ان الرسم عندنا رسم الذرنة، وتتكون من ساق وعين وجذر الذرنات والعيون. وعندنا الرسم الثاني اللي هو براعم اللسان، براعم ترسم براعم المرارة وبراعم الحموضة وبراعم الملوحة وبراعم الحلاوة، مناطق براعم التذوق في اللسان. وعندنا نموذج مكونات الذرة، نموذج مكونات الذرة تكون من النواة، بروتونات موجبة الشحنة، والنيوترونات متعادلة الشحنة، والإلكترونات سالبة الشحنة. قد يجيني سؤال، متى تكون الذرة متعادلة، النواة متعادلة؟ عندما تكون البروتونات تساوي الإلكترونات، أو تقول عندما عدد الإلكترونات مع عدد الإلكترونات يساوي لنا صفر، فتكون الذرة متعادلة الشحنة. هذا كل ما موجود في هذا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.